كنت ناوي أعمل حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وكنا هنجيب فيها أبرز القصص والبطولات لأبطالنا في الحرب، حاجة تكون خفيفة كده تفكرنا بالملحمة العظيمة دي. لكن بالصدفة إن يوم 6 أكتوبر في محافظة الإسماعيلية نشوف بطولة جديدة لأبطالنا في الشرطة المصرية، فقلنا خلاص إحنا هنتكلم عن البطولة الجديدة اللي لسه حاصلة في الإسماعيلية، وهي يوم 6 أكتوبر برضو بس 2021. تعالوا نعرف إيه اللي حصل. في معلومات وردت للأجهزة الأمنية إن في شخص ومعاه 2 بالتحديد في شارع دمنهور في حي السلام بيمارسوا نشاط للإتجار في المخدرات والسلاح، يعني مش متخصصين في حاجة واحدة، لا ده بيتعاملوا في الاتنين، السلاح والمخدرات. طبعا الأجهزة الأمنية شكلت فرقة من القوات الخاصة ومعها مجموعة من الأمن العام وتحركوا للمكان علشان يقبضوا على الثلاثة اللي بيقوموا بتجارة السلاح والمخدرات. بس اللي حصل ان اول ما وصلت الشرطه للشارع اتفاجئوا ان في بيت من البيوت اللي في الشارع حصل منه ضرب نار على الشرطه، ضرب نار كثيف جدا. طبعا ابتدت القوات تتراجع وتعيد تشكيلها تاني بعد ما حددت اماكن ضرب النار في الشارع. استمر ضرب النار في الشارع حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، ضرب نار من العناصر على الشرطه، وطبعا الشرطه كانت بترد عليهم. ضرب النار كان باسلحه اليه، وفي الاخر قدرت الشرطه ان هي تسيطر على الوضع، والاشتباكات دي كانت نتيجتها استشهاد 2 من رجال الشرطة وإصابة 2 تانيين، ومات فيها برضو المتهم الرئيسي من العناصر دي واتصاب 2. تعالوا نتعرف على الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم من الشرطة عشان يقضوا على تجار المخدرات والسلاح. المقدم أحمد جابر نصار والرائد عبد الرحمن عادل. طبعا بنعزي نفسنا وبنعزي أهالي الأبطال دي والمصابين العميد هيثم وجيه والمقدم أحمد صلاح، ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة إن شاء الله. طبعا الثلاث أشخاص اللي الشرطة راحت لهم مخصوص دول كانوا مأجرين شقة في شارع دمنهور وقاعدين فيها بقالهم فترة، وكانوا مخططين إن لو الشرطة جت هيعملوا إيه ومسلحين كمان. وده يخليني أقول حاجة للناس أصحاب الشقة اللي بتتأجر في قانون جديد من فترة، طلع إن صاحب الشقة لما يأجر شقته لازم يبلغ في الاسم التابع ليه ويقدم صورة بطاقة اللي أجر منه، وده علشان لو اللي مأجر هربان من حاجة أو مطلوب في حاجة، وده طبعا أولا وأخيرا لضمان الأمان للناس كلها. لازم نركز في الموضوع ده، ومش اي حد يجي عشان يأجر شقة لمجرد ان معاه فلوس يبقى خلاص يقعد عادي كده. لازم ناخد الاجراءات القانونية ونبلغ في الاسم عشان نضمن الامان لنفسنا وللناس اللي حوالينا.